السلام عليكم، شلونكم طلاب؟ يا رب تكونون بخير. الحصول على درجة 100 بمادة العربي حلم الجميع وشغلة مستحيلة عند الأغلبية، يعني الكل يقول أنه مستحيل أحصل 100 بالعربي، أحصل بكل المواد 100 إلا العربي، ما أحصل بي لا 100 ولا 99. أحب أقول لك شغلة، اللي حصل 100 واللي حصل 99 ماكو أي فرق بينك وبينه، هو كان خايف وانت هسه خايف، اثنيناتكم تقرون نفس القراية، اثنيناتكم عندكم نفس المخاوف، اثنيناتكم انتم طلاب ودارسين نفس المادة، ليش تخاف؟ لا تخاف، مثل ما هو خلص وطلع حلقة درجة انت طلع درجة. خلنا احكيكم قصته ويا العربي. انا كنت متوقع كل المواد اقدر اطلع بها درجة الا العربي، يعني انا كنت هم خايف مثلا من الانجليزي الاسلامية، بس اكثر مادة العربي قلت مستحيل اوصل بها 100 او 99، لان العربي مادة مطولة بها ادب، بها قواعد، بها انشاء، ينقصنا ليه كلها، ينقصنا ليها، ما معقولة يعني تتكامل. جيت بيوم الامتحان اريد اروح للامتحان، سألتها اللي قلت لهم اذا طلعت اقل من 90، اذا طلعت 90 بالامتحان اكمل يعني امتحن لو اجل؟ قالوا لي 90 فما فوق امتحن. طبعا 90 يعني مستحيل انا اصل 99 او 100، 90 هاي امتحن، ما تقدر تدبرها يعني بدور الثاني 90 تجيبها، فامتحن 90 هاي خوش. جوا 90 اجل، دخلت للامتحان انا رايد 90، دخلت للامتحان شفت الأسئلة، السؤال الأول، السؤال الثاني، السؤال الثالث، السؤال وهكذا، أدب إنشاء، جاوبت تجيني الدرجة 99. طبعا ما عندي خطأ بس أكيد منقصنا على إنشاء. المهم 99 نعمة من الله والحمد لله، ودرجة وهي تقريبا أعلى درجة بالعراق السنة بالعربي، وحصلتها. هم مثلكم كنت خايف، والعربي مادة صعبة ومستحيل أحصل هاي الدرجة، وشلون أحصلها، وشلون تحصل هذولك الطلاب، مستحيل كل المواد إلا العربي. زين شلون حصلت هاي الدرجة؟ شنو الميزة؟ ماكو أي فرق، طالب حال حالكم، بس شغلة أنه الوزاريات من 86 لليوم، تقرأ الوزاريات مال القواعد من 86 لليوم، زائد الوزاريات مال الأدب من 2005 لليوم، لأن عبارة عن تكرار، يجيب من الوزاريات ويكررها لك، خصوصا الأدب، بحيث الأدب شو يسوي؟ بحيث الأدب يسوي يجيب السؤال نفسه تعيده 5 سنوات، بحيث ذكر علامات تدل يا النداء في قصيدة جواهر أظن مكررها 6 سنوات. شوف هواي 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 أسئلة مكررها وتجي نصا يعني نقل من الوزاريات، قلب الوزارات راح تشوف تكرار حتى تمل منها لأن مكررها، بس ما يعني قراها حتى لو تمل، لأن هي اللي تفيدك وهي اللي تجي، واضحة الفكرة؟ أما القواعد ما تجي نصا نص المثال، وإنما تجي فكرته، وأحيانا تكرر المثال نسيته، بس أكثر شيء تجي فكرته، أنت من فهمت فكرته إذن راح تجاوبه. زائد بالقواعد إيش تقرأ؟ تقرأ الأمثلة الموجودة بالكتاب اللي أنت تجي منها، يجي خصوصا بالتمهيد جاي، ويجي هو الأسئلة مال التمهيد اللي جتكم السنة اقروها، لأن هو يجي من التمهيدي يجي لازم فرع له فرعين، وأنتم تدورون على الفرع، فاقروا من التمهيدي بكل المواد يجي من التمهيدي فرع أو فرعين، وأنتم تدورون على الفرع، وتقرون التمارين مهمات مال القواعد، تقرون الأمثلة، كل المواد أمثلة وتمارينها مهمات. الأدب ها الأدب الضبطون حرف حرف، والمناقشة أهم ما يكون بالأدب، أدب وإسلامي أهم ما يكون بهن المناقشة، تجون المناقشة تحفظونها مثل اسمكم، زائد الوزاريات تحفظونها مثل اسمكم مات الأدب، واضحة الفكرة؟ فمن تخلصون أنتم مضبطين الوزاريات والمناقشة هنا بعد لا خوف عليكم، لا خوف عليكم، دخلون للامتحان وتجاوبون وقلبكم مطمئن. زين شغلة الإنشاء شلون تجاوبون بالإنشاء؟ أغلب الدرجات تعتمد على القواعد والأدب والإنشاء. أنا ذكر كتبت بس مقدمة من يمي، حفظت مقدمة هيك يعني، لا على التعيين المدرس طانياها، حفظت المقدمة والنص كتبته من يمي عن ترتيب من يمي، وخاتمة أظن كتبت خاتمة ها، وأتذكر قول الخطيب، الخطيب إحنا عندنا بالخطابة أكو خطبة موجودة مالت شنو؟ ما ظهر شمس المعارف يوم متن الله تدى السبيل الرشاد، كتبت وتذكرت قول الخطيب هكذا، الأمم تنتهض بالعلم، وهاي السواليف وجاوبت، كتبت ختمتها بهاي الكلمة ومقدمة من يمي وبالنص أنا أكتب من يمي، جاتني 99. أنا ما معقولة يعني منقصني إلا على الإنشاء، وإلا هم طلاب العراق كلهم أخذين 99، فيعني 99 باعتبارها السنة هي المية، لأن لازم أكو شيء هم عدهم رينج ثابت انه نقصون الطلاب كلهم درجة واحدة، فلا تخافون نهائيا، المادة تقرأ وزارياتها وتقرأ الكتاب
خصوصا القواعد، تقرا وزاريات، اذا ما تقرا وزاريات القواعد امر خساره. تركز على 13 فوق لان يجي مثلها، وال13 فما ادناها هاي تاخذ فكره منها هم تفيدك وهم تحفز عقلك، لان الوزاريات انا كنت بالقواعد كلش مو زين ما اقدر اجاوب، بس من قريت وزاريات لا قمت اجاوب ويعني تحسنت وضعيتي بالقواعد كلش يعني. ها شغله ثانيه، تقرا الوزاريات انصحك من 86 فما فوق لحد 2015 تتوقف ما تقرا وزاريات. شو تسوي؟ راجعت القواعد وراجعت الادب، هاي سويتها عن طريقه كلش فادتني، تراجع القواعد وتراجع الادب مو صحيح ولا ما راجعتهن، تجي تجيب نسخه 2015 دور اول تمتحن نفسك بيها، تجيب الاجوبه النموذجيه مال التربيه، الاجوبه اللي تربيه كاتبتها، صحح لنفسك شوف ايش قد تاخذ، تمتحن بالدور الثاني شوف نفسك قد تاخذ، تمتحن بالدور الثالث مال 2015 قد تاخذ، و2016 هم دور اول وثاني وثالث، و2017 دور اول وثاني وثالث، و18 كذلك. بالمراجعه الاولى امتحن بال15 وال16، بالمراجعه الثانيه امتحن بال17 وال18، واذا كنت مراجعه واحده امتحن كلهم بنفس اليوم او اليومين، تاخذ اليومين، لان هي هنا اذا شفت درجتك بال90 اذا انت تقدر تطلع ماده، لان انا من كنت امتحن نفسي بهاي الاسئلات كان درجتي بتتراوح بين 94 96 92 90 يعني ما نزع 90 مرات 85 مرات يعني، بس اكثر شيء 90 95 97 يعني، انت تختبر نفسك بهيش اسئله، وبكل المواد تستخدم هاي الصيغه، امتحن نفسك بالوزاريات مال 2018 وجاوب وشوف الاجوبه النموذجيه، لان راح تفتهم الوزاره شلون تجاوب الاجوبه النموذجيه تلقاها على الانترنت، هو المواقع ناشرتها، فهسه انا ما عندي موقع ثابت بس يعني تدورها تلقاها بالتليجرام بكل مكان، انه الاجوبه النموذجيه اللي كاتبتها التربيه. شدوا حيلكم ولا تخافون ولا تنسون من الدعاء وما ننساكم من الدعاء، وان شاء الله ما قصركم ومستمركم بالفيديوهات، بس يصير عندي اي وقت فراغ ما قصركم، واكيد عندي امتحانات هاي الايام فما اقدر انزل لكم هاي المقالة، بس العربي شفت انه كلكم تطلبون عن العربي وتسألون عنه، ما نقصر ياكم، نسألكم الدعاء وموفقين، ما بقى الا القليل، شدوا الهمة، في امان الله.